حادثة سرقة من مسجد، لكن هالمرة حادثة غريبة عجيبة. تخبرون انتم عزكم الله لين سرق من المسجد، حذيات شغلات مطارفة يعني على الماشي، لكن هذا سارقين من المسجد شجر من ساحة المسجد، شجر ما والله ما تدري وش يبون. يقول الشيخ انا جيت اصلي الفجر يا ولد، مر الشجرات ما منن ولا وحدة، 13 شجرة من ساحة المسجد. يقول يا ولد واجي وراجع على الكاميرات بشوف ايش السالفه. يقول يا ناجي اوك اربعه ملتحين هل تشوفوني ويجذلون الشجيرات ما خلوا العود. يا مكاك هذا صفوهم كله ما ادري شو على في ياخذون الحطب ما يصير ما ادري وش ما ادري شو من بيت الله. الشيخ زعلان يقول الشيخ هذا اللي يسرق من بيت الله وشجر هذا بحادي وما عندهم هذا المنهى. والله الشيخ زعلان شوف شلون يسوي. بالله مش درجه.